السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كرار سعد فرج تدريسي في كلية الإسراء الجامعة. استكمالا للمحاضرات بخصوص مادة الاتصالات الرقمية Digital Communication للمرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات الحاسوب. محاضرتنا لهذا اليوم الجزء الثالث والأخير من الشابتر السابع بعنوان Phase Shift Keying PSK تعديل إزاحة الطور. خذنا في المحاضرة السابقة طرق نقل الإشارة الرقمية، خدنا الطريقة الأولى الـ ASK تم تعديل الأمبليتيود، والـ FSK وتم تعديل التردد. أما لهذا اليوم نأخذ الـ PSK تعديل إزاحة الطور. تعديل إزاحة الطور في هذا النوع من التعديل الرقمي تتغير قيمة الطور الفيز بناء على قيمة الإشارة الثنائية الباينري 1-0. هناك نوعين من ESK Binary Phase Shift Keying BPSK تعديل إزاحة الطور الثنائي، والنوع الثاني Differential Phase Shift Keying DPSK تعديل إزاحة الطور التفاضلي. نأخذ النوع الأول BPSK، كيفية إرسال هذا النوع Transmitted. In Binary PSK the phase of the carrier is switched between two values, 0 for binary 1 and pi for binary 0. نقصد بها في الثنائي PSK يتم تبديل الطور الموجة الحاملة الكارير بين قيمتين 0 للباينري 1 والباي أو 180 للباينري 0. بلوك دايجرام الخاص بالترانسميتد إرسال إشارة الـ BPSK راح تجي أولاً الـ P of K اللي هي الإشارة الرقمية 0-1 تدخل على الـ NRZ بولر الثنائي القطب. إذا جت الإشارة 1 بتكون موجب 1، وإذا 0 راح تكون إشارة سالب 1. بعد ذلك تظهر عندي الإشارة الـ M of T الـ Base Band القاعدية تنضرب مع إشارة الكارير، نحصل على الـ Pass Band الـ XPSK of T. بهذا يتم إرسال Transmitted PSK Signal. هذا بخصوص كيفية إرسال إشارة BPSK. Constellation Diagram of BPSK Signal، مخطط كوكب لإشارة BPSK راح تكون بهذا الشكل، عندي 1 و 0 الباينري، فالواحد راح تكون عند الصفر، أما الصفر حتكون عند السالب 1. فالفيز شيفت بيناتهم بين الصفر و 1 هو 180 درجة، 1-0، أما 0-1 أو 180 درجة، هذا فرق الطور. Bit combination are assigned in red، يتم تعيين تركيبات البيت باللون الأحمر 1 والصفر. One bit per symbol is transmitted، يتم إرسال بيت واحدة لكل رمز. أما القوانين الخاصة بال BPSK فال TS يساوي TB، نقصد بالـ TS اللي هو Symbol Duration زمن الرمز ويقاس بالسكند، أما الـ TB اللي هو الـ Bit Duration زمن البيت ويقاس أيضا بالسكند. الـ RS يساوينا الـ RB، الـ RS هو Symbol Rate أو الـ Baud Rate ويقاس بالـ Bit Per Second، أما الـ RB اللي هو الـ Bit Rate معدل البيت ويقاس أيضا بالـ Bit Per Second. قوانين خاصة بالـ RS والـ RB، الـ RS يساوينا مقلوب الـ TS، أما الـ RB هو مقلوب التي بي. الباند ويث البي بي اس كي يساوي 2 اف بي، هذا الباند ويث البي اس كي عرض النطاق الترددي. كذلك الافشنسي سبيكترام افشنسي الكفاءة، هذه القوانين خاصة بالبي بي اس كي هي نفس القوانين الخاصة بالاي اس كي الامبليتيود شيفت كي. كذلك سبيكترام اوف باينري بي اس كي سيجنال راح تكون عند البيس باند والباس باند لتحويل إشارة تايم دومين لفريكوينسي دومين، أيضا نفس القوانين الخاصة بالاي اس كي، فقط الفرق انه حتكون هنا عندي الإشارة للبي اس كي بدل الاي اس كي. راح ترسم عندي الإشارة الام اوف الاف هي إشارة السينك بهذا الشكل، الاف بي اللي هو البيت فريكوينسي تردد البيت مقلوب التي بي، وايضا عندي الاكس بي اس كي هم حترسم بهذا الشكل نفسه الخاصة بالاي اس كي.
أما الكوهرنت باينري بي اس كي ريسيفر جهاز الاستلام الثنائي المتماسك بي اس كي نون كوهرنت انفلوب ديتكشن كان نوت بي يوز تو ديتكت بي بي اس كي سيجنال. لا يمكن استخدام الكشف غير المتماسك المغلف انفلوب للكشف عن إشارة البي بي اس كي because the message information resides in the phase constant envelope and frequency. لأن معلومة المسج الرسالة أو المرسولة موجودة في الطور غلاف تكون ثابت constant وكذلك التردد. For example, by squaring the received signal it is difficult to determine whether the received bit is plus one or minus one. على سبيل المثال من خلال تربيع الإشارة المستقبلة أو المستلمة من الصعب تحديد فيما كانت الإشارة هذه المستقبلة أو المستلمة تكون موجب واحد أو سالب واحد. أما الكوهرنت سينكرونس ديتكشن must be used كشف المتماسك أو المتزامن يستخدم هذا بلوك دايجرام الخاص بالكوهرنت المتماسك فتجي الإشارة الـ XBSK تنضرب بإشارة 2 كوساين 2 باي FCT تظهر عند الـ V of T. بعد الـ V of T تدخل على لو باس فلتر يقوم بحذف الترددات العالية تبقى عندي الـ Y of T اللي هي نفسها الـ M of T اللي هي 0-1 ترجع الإشارة هذا بخصوص الـ Coherent Binary PSK Receiver. نوع الثاني من الـ PSK اللي هو Differential Phase Shift Keying تعديل إزاحة الطور التفاضلي فالقوانين الخاصة به TS يساوي 2 TB TS Symbol Duration زمن الرمز ويقاس بالسكند والTB Bit Duration ويقاس أيضا بالسكند. نلاحظ أن TS يساوي 2 TB يختلف عن الـ BBSK الـ RB هو نفسه مقلوب الـ TB Bandwidth أيضا BDBSK يساوي 1 على TB هو نفس الـ FB فالـ BDBSK والـ Bandwidth عرض نطاق الترددي of TBSK الـ FB Bit Frequency تردد البيت يساوي 1 على TB. هذه القوانين الخاصة بالـ DBSK تختلف عن الـ BBSK. راح نجي الـ Advantage and Disadvantage of DBSK فوائد والمساوئ للـ DBSK. الـ Advantage of DBSK أولا DBSK does not need coherent receiver لا يحتاج الـ DBSK إلى مستقبل أو مستلم متماسك. ثانيا DBSK bandwidth is smaller than DBSK bandwidth يكون عرض نطاق الترددي للـ DBSK يكون أصغر smaller من الـ PBSK bandwidth. أما الـ disadvantage of DBSK المساوئ أولا bit error rate BER of DBSK is higher than that of PBSK يكون عندي معدل الخطأ في البتات للـ DBSK تكون أعلى من معدل الخطأ من الـ PBSK. ثانياً Error Propagation in DBSK is more than that in PBSK انتشار الخطأ تكون في DBSK تكون أكثر من PBSK. هذا بخصوص Advantage و Disadvantage لل DBSK جداً مهمات. راح ننتقل إلى السؤال الأول خاص بهذه المحاضرة The Bit Sequence B of K معطات B of K 1011 0010 has been transmitted تم إرسالها using a PSK استخدام الـ PSK digital system with bit rate معدل البيت معطات الـ RB يساوي 1 كيلو بيت بير سكند the carrier frequency تردد الموجة الحاملة الـ FC يساوي 1 كيلو هرتز. ما هو المطلوب؟ A. Determine the bit duration احسب زمن البيت TB and symbol duration زمن الرمز TS. فرح نجي solution بالنسبة للفرع A هو مطلوب TB فالRB عندي قانون bit rate يساوي 1 على TB فالRB معطات 1 كيلو bit per second فيقدر بسهولة أوجد TB فالTB يساوي 1 على RB حاصل طرفين وسطين
فواحد على الار بي معطاه 1 كيلو، فواحد على 1 كيلو ويساوينا 1 ملي سكند، هذا التي بي. اما التي اس تكون عندي التي بي يساوينا التي اس ويساوينا 1 ملي سكند، فالتي اس هي نفسها التي بي. هذا فرع اي. اما فرع بي سكتش ذا بيس باند سيجنال ام اوف تي، ارسم اشاره الام اوف تي، فحسم اشاره الام اوف تي اعتمادا على البي اوف الكي، فراح ترسم اشاره الام اوف تي بهذا الشكل اعتمادا على البي اوف الكي. فاذا جانا رقم واحد فراح ارسمها موجب واحد، اما اذا جانا صفر فراح ارسمها سالب واحد، اذا جانا واحد فراح ارسمها موجب واحد، اذا واحد موجب واحد، صفر سالب واحد، صفر سالب واحد، وهكذا البقية. هذا فرع B. أما فرع C sketch the passband transmitted PSK signal XPSK of T، راح أرسمها بهذا الشكل. فعندنا إجان رقم واحد فراح تبدي الإشارة الـ XPSK of T تبدي من موجب واحد وتنتهي بالموجب. أما إذا جتني إشارة صفر فراح أرسمها من السالب واحد إلى سالب واحد. انتبهوا بعملية الرسم، جان واحد أرسم من موجب واحد إلى الموجب واحد. أما إذا جان صفر راح تكون عندي تبدي من سالب واحد اللي هي الفيز شيفت 180 درجة سالب واحد، تبدي من سالب واحد إلى سالب واحد، راح ترجع عندي جان واحد إشارة واحد فتبدي من موجب واحد إلى الموجب واحد، جت إشارة واحد من موجب واحد إلى الموجب واحد، هنا جت صفر فراح أرسمها تكون عندي فيز شيفت 180 تبدي من سالب واحد إلى سالب واحد، وهكذا. وبهذا انتهى السؤال الأول. السؤال الثاني: A sequence P of K of 8 bits عندي 8 بتات has been transmitted، تم إرسالها using DPSK digital system at bit rate معطاة ال RB معدل البت يساوينا 500 bit per second. The modulated signal XPPSK of T is shown below. معطاة ال XPPSK بهذا الشكل. هذه إشارة ال PPSK 8 بت من 1 2 إلى 8 8 بت. راح نجي للمطالب. مطلب A: Calculate the bit duration، أحسب زمن البت TB on symbol duration، زمن الرمز TS. راح نجي solution الحل. نفس حل السؤال الأول، إن الـ RB حتكون يساوي لنا 1 على TB، الـ RB معطاة 500 بت بير سكند، فأقدر أوجد TB، فالـ TB يساوي لنا 1 على RB، ويساوي لنا 1 على 500، ويساوي لنا 2 في 10 أس ناقص 3، 10 أس ناقص 3 هي نفسها ملي، فيساوي لنا 2 ملي سكند. Symbol Duration TS، زمن الرمز، بما أنه الـ PPSK حتكون عند الـ TB يساوي لنا TS، ويساوي لنا 2 ملي سكند. فرع B: Calculate the carrier frequency، احسب تردد الموجة الحاملة الـ FC، فالـ FC اعتمادا حتكون عندي كم عدد السايكل بالبت الواحد، فالسايكل من الموجب إلى الموجب هذا يعتبر سايكل واحد دورة واحدة، ومن الموجب إلى الموجب هذا سايكل ثاني، فمن هنا اللي هنا يكون 2 سايكل بالبت الواحد، أكو 2 سايكل. ففرع B الـ FC شي يساوينا 2 سايكل على TB، 2 سايكل ايش نوضحها مرة ثانية بالـ 1 بت، هذا متبنى هنا هذا 1 بت، فمن الموجب إلى الموجب هذا يعتبر دورة واحدة سايكل واحد. نرجع من هنا من الموجب إلى الموجب هذا صار سايكل ثاني، فالإشارة من هنا لهنا أو بالبت الواحد تكون 2 سايكل على TB، فالـ FC شي يساوينا 2 سايكل على تي بي، تي بي اوجدته من المطلب اي 2 ملي سكند، 2 سايكل على 2 ملي سكند ويساوي لنا 1 كيلو هرتز. فرع سي: سكتش ذا بيس باند سيجنال ام اوف تي، ارسم اشاره الام اوف تي، فارسم اشاره الام اوف تي بهذا الشكل اعتمادا على اشاره الاكس بي بي اس كي، فاذا بادي اشاره بهذا اللون الاحمر بادي من موجب واحد فارسمها بهذا الشكل 1 1 1 1. أما إشارة باللون الأزرق فبادئ من سالب واحد فترسم صفر صفر، إشارة هنا باللون الأحمر بادئ من موجب واحد فترسم واحد، هذا إشارة خاصة للأم أوف تي
اعتمادا على البتات الموجودة من 1 إلى 8 بت، من 1 إلى 8 بت. أما فرع دي الأخير determine the transmitted bit sequence P of K، احسب البي of K. البي of K اعتمادا على M of T، عندي 1 1 1 1 راح أرسمها 1 1 1 1 أحسبها، 0 0 هاي 0 0، 1 1 هاي 1 1، تفتح قوس وتكتبه بهذا الشكل. هذا فرع دي determine the transmitted bit sequence P of K، تحسب بهذا الشكل. إلى هنا انتهت هذه المحاضرة. سوف أقوم بتنزيل هذه المحاضرة على يوتيوب وانقلها جوجل كلاس روم. فاللي عنده أي سؤال أو استفسار حول هذه المحاضرة، المراسلة على الصف الإلكتروني أو الفايبر. شكرا جزيلا.